عاه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد واله الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين كلامنا في باب نادر جامع في فضل الامام وصفاته من كتاب الكافي الشريف هذا حديث عرف بحديث الإمامة عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام، في هذا الحديث يبين الإمام الرضا منزلة الإمام وفضله، وقبل ذلك يبين الدليل على الإمامة، وقد ذكر الإمام دليلين على أن الإمامة تكون بتعيين من الله سبحانه وتعالى. الدليل الأول شرحناه في الحلقة الماضية، وكان حاصله أن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن فيه تبيان لكل شيء. والله سبحانه وتعالى لم يدع شيئا يحتاج إليه الناس إلا وبينه. واكمل الدين قبل ان يلتحق الرسول بالرفيق الاعلى وكما قال اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا ومن المعلوم ان الامامه من اهم الامور التي يبتلى بها الناس ونجد ان اهم سبب لتفرق المسلمين الى فرق مختلفه هو موضوع الإمامة وأكثر الحروب التي قامت بين المسلمين كانت على هذا الموضوع فهل يعقل بأن يكون موضوع كهذا الموضوع من أهم الأمور الله سبحانه وتعالى يهمله ولا يذكره لا يعقل ذلك بل الله سبحانه وتعالى في القران الكريم بين الامامه، زين. الله بين الامامه وعلى لزومها كما سنذكر الايات الشريفه التي وردت في هذا المضمار. لكن دأب القران هو ان يبين الاصل ويترك الشرح لرسول الله محمد صلى الله عليه واله مثلا الصلاه هي عمود الدين. الله سبحانه وتعالى بين اصل الصلاة في القرآن، لكن صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر أربع ركعات في الحضر، في السفر ركعتان، بالتقصير مثلا، وهكذا هذه أوكلت إلى الرسول صلى الله عليه وآله. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. بالنسبة إلى الصوم كذلك، بالنسبة إلى الزكاة كذلك. وهكذا في اصول الدين في اصول الدين الله سبحانه وتعالى ذكر ايات توحيديه فيها ايات محكمات وفيها ايات متشابهات من الذي يميز الايات المحكمات عن الايات المتشابهات ومن الذي يفسر الايات المتشابهات الله سبحانه وتعالى في القران يقول لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وفي آية أخرى يقول: لن تراني. زين أيتهما الآية المحكمة وأيتهما الآية المتشابهة في آية أخرى الله يقول: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. زين أي منهما محكمة وأي منهما متشابهة؟ الرسول صلى الله عليه واله يبين ذلك. وهكذا في مسائل الكثير من مسائل اصول الدين. زين ناتي الى مساله الامامه. الله سبحانه وتعالى بين اصل الامامه في القران الكريم. في القران الكريم اصل الامامه مبين والاسلام كامل فهو لم يدع مساله الامامه يتركها للناس هكذا. زين زي تعيين المصداق ان المصداق لهذه الامامه بعد الرسول صلى الله عليه واله هو علي بن ابي طالب عليه الصلاه والسلام هذا بينه الرسول صلى الله عليه واله للناس. طبعا ايضا هناك ايات قرانيه نزلت في شان امير المؤمنين علي بن ابي طالب كقوله انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون والرسول بين ان الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هو علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام وهكذا آيات أخرى في القرآن الكريم هذا هو الدليل الأول لذا الإمام بعد أن يذكر كل الكلام بأن القرآن ذكر الإمامة والله سبحانه وتعالى أكمل دينه بموضوع الإمامة لم يترك هذا الموضوع حملاً مهملا بعد ذلك يذكر المصداق أن الرسول صلى الله عليه وآله بيّن ذلك ولذا يقول ولم يمض صلى الله عليه وآله يعني لم يمت لم يمض من هذه الدنيا حتى بيّن لأمته معالم دينهم تفاصيل الدين الصلاة الصوم الزكاة الحج وهكذا وأي وأوضح لهم سبيلهم الرسول وضح لهم الطريق وتركهم على قصد سبيل الحق يعني الصراط المستقيم الحق. واقام لهم عليا علما يعني علامه للدين وعلم يرجعون اليه في مسائل الحلال والحرام وفي كل المسائل الاخرى. علما واماما يأتمون به. وما ترك لهم شيئاً يحتاج إليه الأمة إلا بينه. زين إذا فالواحد يجي يقول لا الله سبحانه وتعالى لم يجعل الإمامة في الدين، الإمامة أمر خارج عن الدين، هذا معناه أن الدين ليس بكامل، مع أن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم، وإذا واحد قاصد متعمد يرد هذه الآية القرآنية فهو كافر. من رد على الله ورسوله، مر الإنسان جاهلاً. مزين هذا الإنسان إذا كان قاصراً فيجب إلفاته، وإذا كان مقصراً في جهله <applause> يعاقب على تقصيره. <applause> لكن إذا واحد عالماً عامداً يعلم بأن الله قال يقول: قال الله وأقول يرد على الله سبحانه وتعالى قوله. وهذا كافر لانه تكذيب لله سبحانه وتعالى. واذا واحد كذب الله سبحانه وتعالى فهو يرجع الى انكاره الشهاده بالتوحيد. يعني الان عندنا ناس يجون ينكرون الضروريات من الدين. لكن يحاول ان ياول. زين هذا اللي ينكر الضروريات من الدين إذا لم يرجع تكذيبه لم يرجع إنكاره إلى تكذيب الله سبحانه وتعالى أو تكذيب الرسول صلى الله عليه واله فهذا لا يكون كافرا، قد يكون ضالا، قد يكون فاسقا، قد يكون مخطئا، لكن إذا واحد أنكر ضروريا من ضروريات الدين ورجع إنكاره إلى تكذيب الله والرسول صلى الله عليه واله فهذا كافر، يعني الآن إذا واحد طلع إلنا وقال بأنه الصلاة مواجبة زين نقول له أنت شلون تقول الصلاة مواجبة في القرآن موجود يأول الآيات القرآنية تأويلا باطلا هذا إنسان ضال لا نقول كافر وإنما نقول ضال يقول أنا أقبل القرآن لكن يؤوله تأويلا باطلا أو إذا واحد أجي قال الحجاب مواجب زين نقرأ لآيات الحجاب الايه الاولى الايه الثانيه زين يبدا بتاويل هذه الايات هذا اللي ينكر وجوب الحجاب ويؤول الايات يقول انا اقبل القران لكن القران لا يدل هذا انسان ظال لكن اذا واحد يجي ينكر الصلاه او ينكر الحجاب نقول له ان الله سبحانه وتعالى قال في القران بوجوبهما إذا هذا رد على الله وكذب الله سبحانه وتعالى فهذا الإنسان كافر. لذا الإمام هنا يقول: الدين أكمله الله سبحانه وتعالى. ومن الدين أمر الإمامة. إذا واحد يجي يدعي أن الإمامة ليست من شؤون الدين، لذا القرآن ما ذكرها، الرسول ما ذكرها. زين هذا.. ضال لكن إذا مع الالتفات يقول أن الدين ليس بكامل يجي يدعي إحنا لازم نكمله نقول له آية قرآنية اليوم أكملت لكم دينكم يقول لا أقبل هذه الآية زين هذا كافر ويجري عليه حكم الكفار لذا الامام يقول فمن زعم ان الله عز وجل لم يكمل دينه فقد رد كتاب الله، يعني يكذب ومن رد كتاب الله فهو كافر به، يعني كافر بالكتاب. زين لحد الان الامام ذكر الدليل الاول على لزوم الامامه بان الدين كامل وامر الامامه من اهم المسائل، فلا يعقل ان الله سبحانه وتعالى لا يذكر هذا الامر المهم الذي اختلف عليه المسلمون من اليوم الاول الى يومنا هذا ثم بعد ذلك الامام ينتقل الى الدليل الثاني الدليل الثاني ان الامام منزل رفيعه ولا يمكن ان يتبوا هذه المنزل الرفيعه الا من كان معصوما والناس لا يمكنهم ان يشخصوا المعصوم من غير المعصوم، ولا يمكن احد بجهده ان يصل الى درجة العصمة، فلا بد ان يعين الله سبحانه وتعالى شخصا هو عصمه، والله سبحانه وتعالى عالم بافعاله، يعلم بانه عصم من ثم يخبر الناس بانه هذا الذي عصمته فهو امام من قبلي عليكم. بيان ذلك. احنا اذا نراجع القران الكريم في سوره البقره في قضيه ابراهيم على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام. الله يقول: "وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما" قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين زي. إبراهيم عليه السلام بعث نبيا في أول شبابه حينما كان في بابل الله سبحانه وتعالى بعثه نبيا فلذا تكلم مع آزر عمه في القرآن تعبير بأنه أبيه لكن العم أيضا يطلق عليه الأب إذا كان الأب قد مات والابن صغير فالعم ربا يطلق عليه الأب وأيضا هناك رواية أن آزر كان زوج أم إبراهيم فلذلك كان يقول له أب وفي الواقع هو عمه زين الله سبحانه وتعالى بعث ابراهيم نبيا في اول شبابه لذلك دعا عمه آزر الى الاسلام وكسر الاصنام وما الى ذلك فامتحن بالنار والله سبحانه وتعالى جعل النار بردا وسلاما على ابراهيم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ثم هاجر الى فلسطين وبقي هناك فترة ولم يرزق الذرية والله سبحانه وتعالى بعد سنوات طوال بعد ان بلغ الكبر رزقه باسماعيل وفي هذه الفترة من الامتحان الاول إلى الامتحان الأخير اللي هو أصبح أصعب الامتحانات حيث امره الله سبحانه وتعالى بذبح اسماعيل فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك. هذا كان الامتحان الاخير اللي هو اصعب الامتحانات. زين. وهل كان ميلاد اسماعيل في شبابه؟ لا. الايه القرانيه في سوره الحجر. قال ابشرتموني على ان مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين زين هو نبي من شباب الى شيخوخته لكنه لم يكن اماما عندما خلص الامتحانات نجح فيها "وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني نجح فيهن، قال إني جاعلك للناس إماما" إبراهيم بعد النبوة لازم يمتحن، يختبر حتى يوصل إلى درجة الإمامة هذا يدل على ان درجة الامامه اعلى درجة من النبوه. ابراهيم كان نبيا ثم اصبح اماما، وهناك مجموعه من الانبياء كانوا انبياء ثم اصبحوا ائمه، وجعلناهم ائمه يهدون بامرنا. ورسول الله محمد صلى الله عليه واله كان رسولا نبيا واماما. فالامامه منزله ارفع من منزله النبوه. زين، فاذا كانت هي ارفع من منزله النبوه تحتاج لها الى درجه رفيعه من هذا الانسان الذي يتبوأ منزله الامامه. زين ابراهيم على نبينا واله وعليه الصلاه والسلام حينما اصبح نبياً واماماً في اواخر عمره من عظم مسألة الإمامة حيث رأى أنه سنوات طوال نبي ورسول وليس بإمام ويمتحن 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 حتى أن الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه في إحدى كتبه لعلها رواية ينقل 22 نوع من الامتحان اللي أخير تلك الامتحانات وأصعب تلك الامتحانات امتحان ذبح إسماعيل بيده. فلما نجح في كل تلك الامتحانات صار اماما فعظمت الامامه في عينه فدعا الله سبحانه وتعالى ان يجعل الامامه في ذريته في نفس هذه الايه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي بعض ذريتي يمكن ان يكونوا ائمه قال لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية تدل على انه الإمام يجب ان يكون معصوما. اولا بالنسبة إلى إبراهيم سنوات بعد نبوته وبعد الاختبارات صار إمام، فهي منزلة أعظم من منزلة النبوة. إنسان غير معصوم يمكن أن يكون نبيا كلا. زين الدرجة اللي هي فوق النبوة إنسان غير معصوم يقدر يتبوأها بطريق أو لا لا وأيضا الله سبحانه وتعالى يقول قال لا ينال عهدي الإمامة عهد الله وليست عهد الناس وعهد الله إلى الله لا إلى الناس كما أن الله سبحانه وتعالى يختار الأنبياء ولا حق للناس في الاختيار كذلك يختار الأئمة ولا حق للناس في ذلك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة أمر خاص بالله سبحانه وتعالى أي يختار الأنبياء والأئمة فإذا واحد قال لا أنا أختار أنبياء أشرك بالله إذا قال أنا أختار أئمة أشرك بالله فالإمام عهد الله قال لا ينال عهدي زين لا ينال من؟ الظالمين. الظالم سواء ظالم لنفسه او ظالم للاخرين. اذا واحد مشرك كان في فتره من حياته يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم اعظم الظلم هو الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. زين هذا الإنسان الذي في فترة من حياته كان ظالما هذا لا يستحق الإمام لأنه دعاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قبل أن يولد ذريته بس إسماعيل كان موجود ولعله إسحاق كان موجود في ذلك الوقت فدعا للذرية الله يقول لا ينال عهد الظالمين من من ذريتك هؤلاء ظلموا يعني سيظلمون حينما يولدون هؤلاء لا, لا ينالون أمر الإمامة يعني مثلا نجي إلى الصحابة قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وآله الذين كانوا منهم على الشرك في ذلك الزمان في زمان شركه كان ظالما لولا كان ظالما فكلام الله سبحانه وتعالى يشمله لا ينال عهد الظالمين عهد الله بالامامه لا ينال هذا الظالم قابل بعثة الرسول هل كان ابو بكر وعمر وعثمان مشركين ام لا؟ كانوا مشركين فالايه تقول لا ينال عهد الظالمين اما علي بن ابي طالب يقال له كرم الله وجهه لماذا؟ لانه لم يسجد لصنم قط ولم يذنب قط فلم يكن ظالما فتشمله الايه فاذا لا بد في الدليل الثاني الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يبين انه لا بد من ان يكون الامام معصوما لا يذنب اطلاقا لقوله سبحانه وتعالى قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين زين لازم يكون معصوم. هل نجي الى المقطع الثاني من الاستدلال. هل يمكن لانسان بجهده ان يوصل نفسه الى درجه العصمه؟ كلا. العصمه موهبه ربانيه لا يمكن للانسان ان يصلها بجهده. طبعا هو كل شيء من الله سبحانه وتعالى وما بكم من نعمه فمن الله. لكن بعض الأمور الإنسان يتمكن من أن يصل إليها بجهده يعني إذا بذل جهده الله سبحانه وتعالى يعطيه تلك النعمة كالعلم مثلا العلم موهبة من الله سبحانه وتعالى لكن الطريق أن تدرس إذا أنت درست مضيت قضيت عمرك في الدراسة والمطالعة والتحقيق تصير عالم الآن عندنا ذول الفقهاء العظام المراجع الكبار هؤلاء كيف أصبحوا بهذه الدرجة لأنه سنوات طوال قضوا أعمارهم في طلب العلم وتحصيل العلم. فالله سبحانه وتعالى أفاضه عليهم. أن تكون متقيا هذه موهبة من الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان بجهده يمكن أن يصبح متقيا. ينهى النفس عن الهوى. يعمل بالطاعات، يترك المعاصي. زين يشعر قلبه الخشيه من الله سبحانه وتعالى يصبح متقيا. لكن بعض الامور مواهب من الله سبحانه وتعالى لا يمكن للانسان ان يصلها بجهده مثل النبوه. هل يمكن لانسان بجهده ان يصبح نبيا؟ كلا. هذا يحتاج الى اصطفاء من الله اصطفاء خاص. ثم الله سبحانه وتعالى يجعله نبيا. إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وكذلك العصمة، الإنسان بجهده لا يمكن أن يصل إلى درجة العصمة. درجة العصمة موهبة إلهية لا يمكن للإنسان أن يحصلها بجهده، الله سبحانه وتعالى هو الذي يفيضها عليه. يحتاج الى اصطفاء الله يصطفيه فيمنحه هذا هذه الصفه زين في هذه الامه هل هناك من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى؟ نعم الله سبحانه وتعالى في كتابه يقول: "ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا" اصطفينا من عبادنا بعد الرسول محمد صلى الله عليه واله اورثنا الكتاب يعني علم الكتاب كما يقول المفسرون الذين اصطفينا من عبادنا اصطفيناهم زين هؤلاء العباد ثلاث اقسام فمنهم يعني من العباد ظالم لنفسه ومنهم مقتصد مقتصد يعني على الطريقه لكن مو معصوم ومنهم سابق بالخيرات باذن الله اللي هو الامام عليهم الصلاه والسلام. فاذا الدليل الثاني الذي يذكره الامام الرضا ان القران دل على ان الامامه اختيار من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لانسان ان يصل الى درجه العصمه إلا باصطفاء من الله سبحانه وتعالى، زين نقول ما يخالف الله جعل شخص معصوم احنا بنروح ندور عليه ونلقيه ننتخبه الجواب كثير من الأحيان الناس لا يتمكنون من تمييز المعصوم من غير المعصوم خاصة في الزمان الذي في ذلك الزمان الحكام الجور يحكمون ويحاربون المعصومين أنت تقدر تميز المعصوم من غير المعصوم، لا تتمكن. لأن المعصوم أيضا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. زين يصلي، يصوم، كذا، بس لا يرتكب ذنبا إطلاقا. زين اكو بعض الأحيان ناس لفترة من الفترات لا يرتكبون ذنبا. لكن إذا وصل إلى السلطة تغير حاله. وما أكثر الذين كانوا أتقياء فتغير حالهم. فلا الناس يقدرون يكتشفون المعصوم بانفسهم ولا يتمكنون من الوصول الى درجه العصمه بانفسهم فلذا الله هو الذي يصطفي ويعصم والله سبحانه وتعالى هو الذي يعين المصداق فلذا امر الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه واله أن يبين للناس أن عليا هو الإمام من بعد رسول الله صلى الله عليه واله، لذا الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام هنا يقول: هل يعرفون قدر الإمامة؟ ومحلها من الأمة؟ فيجوز فيها اختيارهم، يصير يختارون هم؟ إن الإمامة أجل قدرا وأعظم شأنا وأعلى مكانا. وامنع جانبا وابعد غورا من ان يبلغها الناس بعقولهم او ينالوها بارائهم او يقيموا اماما باختيارهم، لو هو يصير امام؟ لو يختار امام؟ ان الامامه خص الله عز وجل بها ابراهيم الخليل بعد النبوه والخلة مرتبه ثالثه، المرتبه الاولى النبوه المرتبة الثانية: واتخذ الله ابراهيم خليلا. المرتبة الثالثة: اني جاعلك للناس اماما. وفضيلة شرفه بها واشاد بها ذكره، يعني رفع بها ذكره. فقال: اني جاعلك للناس اماما. فقال الخليل سرورا بها. لان الانسان قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فقال الخليل سرورا بها: ومن ذريتي قال الله تبارك وتعالى: لا ينال عهدي الظالمين. فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة. وصارت في الصفوة، يعني الذين اصطفاهم الله سبحانه وتعالى، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هذا المقطع من هذه الرواية الشريفة وسنكمل الاستدلال في حلقة قادمة بإذن الله تعالى هذا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين